بنصبح على حضراتكم واهلا بيكم وموجز لاهم الاخبار الرياضيه المحليه والعالميه. ونبدا نشرتنا الرياضيه مع اخبار اتحاد الكره اللي فتح خطوط اتصال مع اكثر من منتخب افريقي على راسهم الكونغو وزامبيا من اجل اقامه مباراه وديه لمنتخب مصر الاول، وده بناء على طلب من فيتوريا المدير الفني للمنتخب. الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اختتم تدريباته امبارح على ملعب التتش بالجزيرة، وده في إطار الاستعداد لمباراة الترجي التونسي النهاردة في إياب دور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا. وعقد السويسري مارسيل كولر محاضرة فنية بالفيديو للاعبين، وده قبل انطلاق المران الجماعي لشرح بعض النقاط الفنية الخاصة بفريق الترجي. فريق الزمالك فاز على أسوان بنتيجة 1-0 في المباراة اللي جمعت بينهم امبارح في الجولة 28 من الدوري المصري الممتاز. هدف الزمالك جه في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، وسجله إبراهيم عنداي. بالنتيجة دي رفع الزمالك رصيده ل 46 نقطة في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري، وأسوان في المركز ال 12 ب 31 نقطة. فريق سموحة فاز على فريق طلائع الأسطول بنتيجة 2-0 في المباراة الودية اللي أقيمت بينهم امبارح استعدادا لمواجهة فريق فاركو في إطار منافسات الأسبوع 29 من بطولة الدوري المقرر لها يوم الثلاثاء اللي جاي. وفريق رجال كرة اليد بنادي الزمالك فاز على نظيره الأهلي بنتيجة 26-25 في نهائي بطولة كأس الكؤوس الإفريقية واللي بيستضيفها النادي الأهلي على صالة الملك عبد الله الفيصل بفرع الجزيرة. بالنتيجة دي توج الزمالك بلقب كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد. وفريق سيدات كرة اليد بنادي الأهلي حصد برونزية كأس الكؤوس الإفريقية اللي بيستضيفها النادي الأهلي بفرع الجزيرة، وده بعد فوزهم على أوتوهو الكونغولي بنتيجة 29-16. منتخب مصر للكرة الشاطئية تحت القيادة الفنية لمصطفى لطفي حقق فوز كبير على منتخب موريتانيا بنتيجة 8-3، وده في مباراة ربع نهائي كأس العرب. وأحرز الأهداف هيثم كوستا اللي سجل هدفين، وعبد الرحمن الشافعي توتو هدفين وهدف لكل من الحسيني طه ومصطفى شيكا ومحمد عبد النبي وأحمد إيشا. ونروح للكرة الأوروبية، وتأهل روما الإيطالي لنهائي الدوري الأوروبي بعد التعادل السلبي مع فريق باير ليفركوزن الألماني في المباراة اللي جمعت الفرقتين في إياب نصف النهائي. وكان فريق روما حقق الفوز على باير ليفركوزن الألماني بنتيجة 1-0 في مباراة الذهاب. بالنتيجة دي تأهل روما لنهائي الدوري الأوروبي بمجموع المباراتين بنتيجة 1-0. كمان تأهل فريق إشبيلية الإسباني لنهائي الدوري الأوروبي بعد الفوز على يوفنتوس الإيطالي في المباراة بنتيجة 2-1 واللي أقيمت بينهم امبارح ضمن منافسات إياب نصف النهائي. كانت التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق هي عنوان مباراة الذهاب. بالنتيجة دي تأهل إشبيلية لنهائي الدوري الأوروبي بنتيجة مجموعة المباراتين 3-2 علشان يواجه روما الإيطالي. نادي أرسنال الإنجليزي أعلن امبارح عن تمديد حارسه رامزديل بعقد طويل الأمد، وده بعد المستويات الرائعة اللي قدمها مع الفريق خلال الموسم الحالي. ووقع رامزديل عقد جديد مع أرسنال حتى عام 2028. مشاهدينا خلصت نشرتنا الرياضية.